ندخل في الموضوع ده. عندك وزن او عندك وزن زايد وبدكم تنحفوا، طبعا تايتل هو احسن تمرين عشان تنحف. عشان تنحف اول شيء بدنا نفهم، او عشان تخسر وزن، تخسر وزن بدنا نفهم الوزن من وين جاي. المعادله هي عدد السعرات الحراريه اللي داخله على جسمك وعدد السعرات الحراريه اللي طالعه من جسمك. فاذا عدد السعرات الحراريه اللي داخل على جسمك اكثر من عدد السعرات الحراريه اللي طالعه من الجسم، معناتها احنا صرنا في زياده، معناها حنزيد وزن. فاذا انت عشان يعني عشان هيك الناس اصلا بتكون بصير عندها هوس بعد السعرات الحراريه بعدين، والكل بيحكي بموضوع السعرات الحراريه، بس هاي هي المعادله الاساسيه. الموضوع عندنا مش بالتمرين، الموضوع عندنا بالاكل. والتمرين اللي انا بدي احكي عنه هو هذا، هاي العضله بدك تسكر تمك. بس تسكر تمك وتسكر تمك، هون احنا بصير عندنا خساره الوزن. التمارين اللي بتنعمل كلها في الجيم هي عباره عن تمارين بتحرك العضلات، واحنا بنحرق فيها او بنزيد الحرق فيها. بس في كمان مت او في شغله الناس مش فاهمتها، دائما بتخربش فيها، انه بدي تمرين للضخامه وبدي تمرين للتنشيف. ما في تمرين للضخامه وما في تمرين للتنشيف، كل التمارين بتحرك عضلات. هلا انت العضله عندك عباره عن فايبرز، عباره عن الياف عضليه، بتتمزع بصير فيها تمزق خفيف. التمزق هذا اللي عماله بصير، اللي هو انت ثاني يوم وثالث يوم بتحس بالوجع في، وانت عمالك بتصير عندك عمليه التشافي العضلي. وهاي لما تصير عمليه التشافي العضلة عندنا، احنا بصير بده فيتامينات، والجسم بصير بده معادن، والجسم بده 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 بصير ياخذهم هذول كلهم، البروتين والكربوهيدرات وكل شيء بلزمه بصير يسحبه من الجسم، بسحبه من الموجود عنده المخزن عنده. فهلا المعادله، اذا انا عندي عدد السعرات الحراريه اللي عمالي باكلها خلال النهار، خلينا نحكي 2000، اذا انت الكوتش عندك او الدايتيشن او النيوتريشنست او مين اللي حط لك الدايت، من وين اخذت الدايت، حط لك انه انت لازم تاكل 2000 كالوري، او انت لازم تاكلي 1400 كالوري. بدنا نلتزم بهدول ليش؟ لانه كل الفكره جسمك بالوضع الطبيعي اللي هو الايدل، اذا انت ما تمرنت وما تحركت وما عملت ولا شيء، بيحرق بين الذكر والانثى يعني للذكور بالعاده 2000 كالوري، 2000 سعره حراريه، وللاناث بيحرق تقريبا معدل 1800 سعرة حرارية. هذا إذا أنت ما عملت ولا أي شيء، ضليت قاعد على الكنباية طول النهار ما تحركتش، بس عشان جسمك يعيش يضله عايش بيحرق هذا الكمية. فإذا إحنا حطينا إنه بدنا كمان هدول 2000، إذا أنت خلال النهار حرقت 2000 وضفنا عليهم من تمارينك بالجيم، هون بتصير فكرة التمارين اللي بالجيم، إنه إذا أنا بلعب إشي هاي انتنسيتي أو بلعب إشي فيه تمزق للعضلات زيادة، فبحتاج ريكفري بطريقة أعلى، بصير أحرق بزيادة، خلينا نحكي بين 500 و1000 سعرة حرارية. فأنا التوتل تبعي كله مع بعضه أنا حرق قديش؟ 3000. فإذا أنا حرقت 3000 خلال النهار ورحت أكلت 2000 بس، اللي هم محطوطين عندي أنا في الخطة الغذائية في الدايت تبعي، محطوط لي 2000 وأنا حرق 3000، إذا التوتل تبعي قديش أنا؟ ماينس 1000. إذا أنا حرقت خلال النهار زيادة هي الألف اللي هم أنا تحركتهم. عشان هيك بالعادة الخطة الغذائية بتكون الرقم قريب على اللي بتحرقه أنت خلال النهار، أو بكون أقل شوي كمان، عشان إذا بدنا نحرق زيادة، إذا واحد عنده دهون زايدة، عشان جسم يصير ياخد من وين؟ يصير ياخد من المخزون اللي عنده. هلا الناس اللي بدها تزيد وزن، وهي الطريقة المعاكسة، إذا أنت عندك تحرق خلال النهار 2000 وبدك تتمرن تحرق في خلال التمرين كمان 3000 وبدك تزيد وزن، معناها انت التوتل تبعك بده يكون اكثر من 3000. يعني انت بدك تاكل 3000 او 4000، بس هذا موضوع راح يكون موضوع ثاني. احنا بنحكي هلا على خساره الوزن. ركزوا انه كل اي حدا بيجي بيعطيك تمرين وبقول لك هذا التمرين اللي بالجيم راح يحرق لك الدهون في المنطقه الفلانيه، هذا كله غلط. التمرين ما بيحرق لك في منطقة معينة، الجسم باخذ الدهون من وين ما بده. عشان هيك بتلاحظوا الناس اللي بتنحف، أول ما يبدأ ينحف بنحف من وجهه، وأنت ما بتروح على الجيم بتتمرن تمارين تنحف فيها وجهك، لأنه ما في حد بتمرن خدود، وما في حد بتمرن يعني حواجب وسوالف. فاللي إحنا بنتمرن تمارين للجسم، والجسم لما بده يحرق باخذ من المخزون اللي عنده من وين ما بده. عشان هيك ركزوا على الأكل، أهم شيء عندك هو الأكل. افهم المعادلة، افهم دائما
قديش انت عمالك بتاكل، اطلع على عدد السعرات الحرارية الموجودة على اي باكيت او اي علبة او اي نوع من انواع الاكل اللي عم تاكلها، عشان تفهم لما انت تاخذ حبة كوكي مرات من محلات فيها كوكي، بس هاي الكوكي لحالها ممكن تكون 500 سعرة حرارية. فاذا انت عندك 2000 سعرة حرارية، انت ضيعت 3/4 الحياة عندك في كوكي واحدة. ديروا بالكم وركزوا على هذا الموضوع، واذا عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا.